70% من سكان المملكة يلعبونها، فكيف تستثمر السعودية في عالم الألعاب الإلكترونية؟ مرحبا بمشاهدي أرقام، يسعدنا متابعتكم والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. تجمع الألعاب الإلكترونية بين أكثر من 3 مليارات لاعب حول العالم، وهو ما يفوق عدد سكان الصين والهند معا، ويتجاوز أعداد لاعبي كرة القدم البالغ عددهم حوالي 250 مليون لاعب. كما تتنافس الشركات لتطوير الألعاب الجديدة، وهذه المنافسة خلقت المزيد من الوظائف في البرمجة والهندسة، وأصبح هناك كأس عالم لكرة القدم الإلكترونية يتنافس بها أكثر من 20 مليون لاعب. فما قيمة هذه الصناعة حول العالم؟ السوق العالمي للألعاب الإلكترونية تقدر قيمته بنحو 200 مليار دولار، وهي قيمة أكبر من اقتصاد دول مثل المجر والإكوادور، ومتوقع أن تتجاوز 300 مليار دولار بحلول عام 2027، وهي أكثر الصناعات نمواً في العالم بنحو 30% سنوياً. منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موطن لنحو 377 مليون لاعب، وتتفوق على أمريكا التي بها حوالي 200 مليون لاعب فقط، وهو ما يؤهل المنطقة لتسجيل أسرع معدلات نمو في صناعة الألعاب الإلكترونية حول العالم، مع توقعات بزيادة حجم هذا القطاع بالمنطقة من حوالي 1.8 مليار دولار في عام 2022 إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار في عام 2027. والسعودية وحدها بها أكثر من 23 مليون لاعب يمثلون أكثر من 70% من سكانها، ما جعلها أكبر سوق للألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط. وضمن رحلة المملكة لتصبح المركز العالمي الأول للألعاب والرياضات الإلكترونية، أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في 23 من أكتوبر عام 2023 بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأكبر عالميا، والذي ستنظمه المملكة في الرياض سنويا ابتداء من صيف عام 2024. هذه البطولة ستسهم بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنويع الاقتصاد وتعزيز قطاع السياحة وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات. في عام 2021 ضخت السعودية استثمارات في الألعاب الإلكترونية قيمتها تقارب 38 مليار دولار لتطوير سوق الألعاب الإلكترونية في المملكة، وأنشأت مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي لتقود عمليات استحواذ على حصص في شركات عالمية متخصصة في تطوير الألعاب الإلكترونية، من أبرزها العملاقة اليابانية نينتندو المنتجة لأجهزة الألعاب الإلكترونية، ليصبح الصندوق أكبر مساهم خارجي فيها بنسبة 8.26%، و VSPO الصينية ضخ الصندوق أكبر استثمار فيها بنحو 265 مليون دولار، وهي شركة تروج وتدير ألعابا شهيرة مثل League of Legends وببجي. أيضا إمبريسر السويدية المطورة لألعاب المغامرات مثل بوردرلاندز وسانس رو استثمر الصندوق بها نحو 1 مليار دولار، هذا بجانب استثمارات تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار في شركات مثل اكتيفيجن بليزرد وتيك تو انتراكتيف وإلكترونيك أرتس المطورة لألعاب مثل كول أوف ديوتي وميدنايت كلاب ولعبة كرة القدم الشهيرة فيفا. وبنهاية عام 2021 حقق سوق الألعاب الإلكترونية في المملكة نمو نسبته 41.1%، ووصل حجمه لمليار دولار، ومن المتوقع أن يواصل نموه لنحو 6.8 مليار دولار بحلول عام 2030. عوائد الاستثمارات العالمية على صندوق الاستثمارات العامة السعودي تتراوح بين 15 و25% من الأرباح، وتخطط
المملكة لإنشاء 250 شركة للألعاب الإلكترونية وإنتاج أكثر من 30 لعبة منافسة عالمياً، وهو ما يمكن السعودية من الوصول لأفضل 3 دول حول العالم في عدد اللاعبين المحترفين وبين أفضل 5 دول في قطاع الألعاب الإلكترونية بحلول 2030، ويساهم في توفير 39 ألف وظيفة داخل المملكة ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لنحو 50 مليار ريال في عام 2030.